بس نحكي اليوم على أول رد من رملة ذويبي على رسائل على الشاب اللي عنده أيامات وعنده مدة قاعد يبعث في رسائل إلى رملة ذويبي، منهم رسالة قاسية جدا وجهها لرملة ذويبي وأعلن إن وقتها ما عادش باش يتبعها وما عادش باش يرجع لها بالكل بقرار منه هو مش منها هي. لكن اليوم رملة ذويبي بعثت برسالة إلى على الشاب وقالت له: أنت لا تفهم الأمر على حقيقته، أنا لا يخيفني الفشل ولا ضيع الجهود سدى، لا يعنيني في نهاية الأمر أن لا أحقق شيئا، ليس هكذا تقاس الأشياء عندي، لكن ما يرعبني حقا اختفاء الرغبة أن أستيقظ يوما فأجد هذا الشعور في صدري قد انطفأ. هل تعرف ما الذي يعني هذا الشعور لشخص مثلي؟ أن يتلاشى وهج الرغبة وأن أنظر للأشياء حولي ولا أشعر بشيء. أنا لا يهمني أن يراني الناس كناجح أو فاشل، عالمي بأكمله يدور داخل عقلي، معاركي أخوضها في هذا العالم الذي يخصني وحدي، لكن إن رأيتني يوما منطفئا كموقد مهجور لا أشعر بشيء فهذا هو انتهاء الحياة بالنسبة إلى. يبدو أنه قرار على الشيبي بالابتعاد على رملة ذويبي كان صعيب على رملة ذويبي، يعني القرار هذاك علاش هي ديغوتي وإلا ديبريمي وإلا قاعدة تمر بظروف نفسية صعيبة بسبب قضية الانفصال عن زوجها على الشيبي.